أقامت مؤسسة حياة كريمة احتفالية كبرى بالتعاون مع محافظة المنيا لتسليم 100 جهاز عروسة مقدمة من مؤسسة حياة كريمة للفتيات المقبلات على الزواج من أبناء المحافظة ضمن مبادرة يدوم الفرح، والتي يتم تنفيذها ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أكد محافظ المنيا أن مبادرة حياة كريمة لم تقتصر على توفير الخدمات العامة وتطوير المنشآت والبنية التحتية في الريف المصري، بل امتدت رعايتها للجوانب الاجتماعية للمواطن المصري.